اوكي انا هلا حسيت اخر وحده. اكو دقات قلبي مليون انا والله ما في مزح هلا بس قدموا الفيديو لاخرته اخر خمس ثواني. اوكي مرحبا كيفكم هلا انا ماني مطمن اول شيء لهي الحلقه ف ما رح تشوفوني مبسوط لانه رح نجرب هدول الشغلات تمام صح لا مو صح هدول الشغلات طبعا شو هدول الشغلات قلنا شو هدول الشغلات شو هدول هدول رامن وباستا وشو كمان في شغلات بسكوت اندومي يعني عرفتوا شلون بالنهايه بس كوريا يعني. شو يعني كوريا يعني كثير حده تمام يعني جبنا لكم احدث شيء بكوريا لهون على سوريا شلون قوافي حبيبي واو تمام مين بيتحمل موضوع الحد يا جماعة؟ أنا بحياتي مو أكل حد حبا فادي بتحب بس إنه شيء للعالم يلا خلونا ناكل هلا طبعاً نرتب لهم إياهم للعالم أول شيء مين أخفف شيء؟ نحن ما بنعرف مبدئياً 100% شو هو الأخفف شيء هلا المفروض هوت تشيكن فليفر رامي هي أقل شيء حد هلا هي بتجي أحد من الاندومي اللي عملنا إياها هي بتجي حدة كثير تمام؟ هلا هي يمكن أحد شيء أحدث شيء بالعالم أطنيا. هيك لازم يعني هي مثل ما بدها اياها هي مكتوب يعني. عليها معززه مرتين مع قرن فليفله على اليمين ويعني اربع قرون يعني هي هيك يعني هلا رح نبلش بهي هي مو حده كثير حده بس مو كثير وفيها صلصه الطماطم حده بس مو احد حد شيء يعني في احد حد منها طبعا اللي بيشرب ايوه اول شيء مي بيخسر بعملكم موسيقى حماسية كمان مزبطة. هاي شو الطماطم؟ يعني هاي ما فيها حد. الريحة مو طبيعية كثير قوية عادية والله الله لا هذا الفيديو ما حسيت سلم عالشوق هذا اللي معاك اللي بيشرب ماي بيخسر ها شوف ماي يا زلمة شوف ايه وبعدين لفوق سليمة لحد هلا هي كلها سليمة؟ ما حسيت لهلا عملتي مكورنة؟ لا تعالي عم تتغدى نحن اساسا قاعدين نتحدى هلا اللي بيخسر اول شيء شو بصير؟ بيحط راسه بالطحين يعني اه اوكي انا هلا حسيت انا لهلا ما حسيت اكثر الحد اه حد كثير كوزه في طعمه بس ما في حد يعني الحد عادي يا جماعه قائلة قالت انه ما بتاكل حد ما بعرف يمكن لانه اول مره بجرب الحد ما بعرف يلا بلشوا لنا بالثانيه مستحيل اخسر اللي بعده والله ما حدا يا شباب لا مو من الهي لانه تشردقت ايه صح بس والله ما ماني حاسه بشيء انا مات الاحساس مات الاحساس خلاص زابطه حمدتك ماشي عم تسال هلا احنا بنحلحل العمل اه بالظبط اشرب الميات لك شو صار باللي بعدها مع المرأة ايه شفت بس يا البنات يا جماعة ريلاكس 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 خلي الوضع ريلاكس خلاص ريلاكس ريلاكس الوضع هلا شو صار باللي بعده يلا ما عاد يفرق ماشي حاسه شو كلكم كنتوا تشربوا الصوص هذا اللي فات يا شو شو هذا مو مثل هذا هذا أصنص حد ليه؟ أقطع طيب شوفه محمد كأنه البزر تبع الفليفل أنا عن جد إذا
شادك العصافير؟ السلام على الذكاء. صب المرأة بالتساوي. لا بلا لا شو بلا مرأة؟ بالتساوي ايه صح بالتساوي لو سمحت. شو بلا مرأة؟ هي كل شيء بالمرأة. هلا بتطلع. لا انا كثير هيك مسكي هدول. لا 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 قبل ما نبلش انا بتوقع هي اخر مرحله وبعدين افرش بس بدي استعنا على الشغل بالله بسم الله. هذا شو ما صار احمر يا حرام حرام. وين اخر وحده؟ اخر وحده. يلا بدي ماما. يا دنايا بدي ماما. والله ما اشرب مي. هاي كواليس طبعا. فادي سخني هذا. فادي جاي يشرب مي. فادي جاي يشرب مي. هلا دو تعالوا نصدم نشوف شو الحد اللي فيه. طب هو اللي بفوز او بيقاوم شو بيصير؟ بيكون ملك الحد. واو عليها. شو هي نفسها؟ نفسها بس كانه فيها سمسم اكثر. كانه هي غير لون بس لا أسوأ أسوأ؟ نحن سودا. لا هذيك ما كانت بهذا السوداء. في شغلات ما أدري شو هي. هون كان كليسات هدول. هلا هاي أحدث شيء. هاي 2X. لأن إحنا ما عم نشرب مي لأن اللي بيشرب مي بدنا نحط قدامه صحن طحين هلا قده جواته علكة. بدنا نخبيها العلكة بشيء. علكة؟ إيه بدي طلع الألكة بوشه هيك عرفتوا كيف؟ يعني كذا. الله يلعنني إذا ما باكلهم كلهم. هيك إحنا. والله يلعنني إذا بشرب ماي. أنا كل تحدي. والله. يلا أنتم ما بيفرق معكم مثل الفونديشن اللي بتحطون. يلا. يلا. لا فينا نتكلم. واحد. قبل. ولا أنا. يا جماعة مو معقول. ناكلكم اندومي كورية ما تعملوا لنا لاي تعليق صح رن الجرس كثير عم نعاني كرمالكم ليك تعال ورجيهم اخي عزيزي المشاهد تعال تفرج بيحن كليسات تعال اي والله اي والله قرب عزيزي المشاهد قرب ميشو قرب عزيزي المصور يا في شرق طالع من عندي كم حن كليس مو طالعين عدل لي كم واحد فيها شعشبونا اي اي صح شفت الشعشبونه؟ شعشبونه؟ شعشبونه بلشنا؟ 1 2 3 رفيفا لا شري يا عم دمك تقيل والله ما في مزح هلا 12 seconds later سوري سوري بلشت تحتحد بس ما بدي خسر لك المي يا امي الله اخر واحد بيخسر بطل العالم بالحرب بطل العالم تشربي تشربي بدك يلا انا عندي اخر واحد خلص اكل لا تعالي يلا اللي بيخسر اخر واحد لا 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 ما حدا عم يشرب مي لا ما بيصير
مثل شو لا لا مو اخر واحد طب انتم شو على الشيء اللي عاملينه من اول شيء ديف اشرب مي ابو جوز فرن شو دخلني انا خلصوا يعني انا كنت ريلاكس كل الحلقه تجوا هلا تقولوا لي انا اشرب مي ما حاشرب على فكره بنص الهيئه اللي هو اخر واحد ليكو دقات قلبي مليون انا خلص شرب شرب كلها طحين كلها شويه طحين مي 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 ايه ايه كلها طحين شراب حلقة يلا ديف يلا 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 واحد اثنين نملوا نملوا ايدي انا عن جد نملوا ايدي ليه؟ ها؟ من الحد مثلا؟ انا قد توتو لقدك بحارب بحارب بحاسب اصابيعي انا تعال تعال لا شربت مي يا جاي يا لا لا جورج في حد كثير حد كثير حد كثير حد شو في ثلج كمان شو فيها ثلج شو جايبين طحين زيرو؟ إذا زيرو إيه؟ لو مو زيرو ما طحين أبيض زيرو عشان ما يكون فيها غش لا حطهم قدامك يعني ما محشوك تيل وشها إذا سمحت هيك أنت اللي قلت لي قبل ما نصور إنه اللي بيخسر نفت له وشه لما نحط العلكة أنا لك بخسر قلت لك إنه أنا بس أخسر لا ما راقبين راقب يلا لك خلص تيل وشها تيل وشك تيل والله ما في مسطرة جيبوا لي المسطرة نطلع شو؟ استحدى الله لا مشان اعمل هيك يلا شرق اكيد مشان اضربك انت حتضم هيك ولا ما دخل هيك ورا ايه ايه نزل مشان هاي واحد اثنين يلا يا رب يا ابني وانا مش زعلان والله ما فيش حاجة يلا تحرك اخي في شغلات لا طلع لي انفي الحمد لله انفي طويل اسمع اسمع اماني حاطين لا 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 حاطين العلكه اماني هاي فؤاد ما خفت طلع هاي ما نحط العلكه بدي كب برا هلا ما نضطر يعني وين العلكة؟ وين العلكة؟ وين العلكة؟ أخي والله ما عم لاقيها أو كمل كمل إذا أنت لقيتها وينها؟ وين العلكة؟ وين؟ وين العلكة؟ يا الله وين حاطينها؟ وينها وينها؟ هلا هي لانها من لونه بس هي صارت طالع طرفها ثلاث مرات شدت ثلاث مرات ما عم بشوف نفس اللون انا لو عدست عيني غير هيك انا عن جد اربع مرات صارت باينه وما عم بشوف لا الله وينها هي اللعبه شو انك تطلع تدور على العلكه بس هو ما صح مثلا كول على الكيكو ما ماي لا انا وحده وانت وحده ايه ليش هيك وشك طحين؟ لا يعملوا لنا لايك بيزعلوا عليك هلا بيعملوا لنا انا صرت احتراق يعني انا اي حدا بيحب يتعلم كيف الواحد بيخسر هون عندك دورات مجانيه تابعني على حسابي على الفيس مو تمام حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس و شير كومنتات حط الفيديو لا كومنتات حلوه لا تشوفوا الفيديو عن جد انا عن جد عم بحكي وعم مزح عن جد بس شوفوا اخر شيء شو صار حط لي اياها بالانترو بس قدموا الفيديو لاخرته اخر خمس ثواني اوكي اوكي باي باي